توكلنا على الله. التدريب 13، الهدف والعمل والقدوة، للكاتب الكبير نجيب محفوظ. لكل عصر هدف عام يقتضي مثالا من العمل والسلوك يؤدي إليه ويحققه، وهذا المثال من العمل لا يكفي. المثال هنا بدل، مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ليه بدل؟ عشان معرف بأل بعد اسم الإشارة في غير النداء، ما قلتش يا هذا الرجل، وما فيش تقديم وتأخير، ما قلتش يشهد بذلك المؤرخون، وكمان ما كونتش جملة تامة، ما قلتش ذلكم السبيل. طبعا أنا بقول كده سريعا لأن يا ما شرحت هذا الكلام في قطع الامتحان اللي حليناها من كتاب الامتحان، في القطع الكتاب الامتحان وفي قطع كتاب المدرسة. فهنا الكلمة فعلا ينطبق عليها كل شروط البدل. المثال بدل مرفوع. ليه قلت مرفوع؟ عشان هي بدل من هذا، وهذا هنا نعربها مبتدأ، وإحنا عارفين إن البدل تابع زي الصفة كده، يبقى البدل بيتبع هذا، وهذا في محل رفع تبقى هو إيه؟ مرفوع. وهذا المثال من العمل لا يكفي أن يدعى إليه بالكلمة الطيبة. شفت أنا قريتها إزاي؟ ما قلتش أن يدعي. إيه يدعي؟ مين اللي يدعي ديت؟ ما فيش حاجة اسمها يدعي أصلا. يدعي إيه ديت؟ يدعي ماشي، لكن يدعو ماشي، لكن إيه يدعي ديت؟ ها؟ يدعى إليه بالكلمة الطيبة والتربية الرشيدة، ولكن أن يتجسد في في
في قدوة.